النشرة الرياضية من قناة يمن شباب، أهلا بكم ونستهلها بأبرز العناوين. إنجليز المالديفي يفسخ عقده مع اللاعب أسامة عنبر لرفضه لقاح كورونا. تنظيم بطولة كمال الأجسام التنشيطية في أبين. اتحاد كرة الطائرة يقر تنظيم البطولة التنشيطية للأندية في عدن. أهلا بكم إلى التفاصيل، حيث أعلن نادي إنجليز المالديفي عن فسخ تعاقده مع اللاعب اليمني أسامة عنبر بحجة عدم التزامه بالبروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا والذي وضعته الحكومة في جزر المالديف. وقالت إدارة النادي إن اللاعب أسامة عنبر رفض تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا بعد قرار الاتحاد المالديفي لكرة القدم بضرورة تلقي جميع اللاعبين اللقاح من أجل استئناف مباريات الدوري المحلي. وكان عنبر قد ظهر بشكل جيد مع فريق إنجليز منذ انطلاق منافسات الدوري المالديفي لكرة القدم للموسم الجاري. أقيمت في محافظة أبين منافسات بطولة كمال الأجسام للأندية والتي ينظمها فرع اتحاد اللعبة بالمحافظة، وقدم اللاعبون عروضا فنية في أوزان 60 و65 كيلوغرام. وحقق المركز الأول في البطولة نادي هلال جعار ب 85 نقطة، وجاء في المركز الثاني نادي الفجر الجديد ب 55 نقطة. انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التحكيمية لحكام كرة القدم المستجدين، ويشارك في الدورة 20 حكما مستجدا من الذين تجاوزوا امتحان المفاضلة الأسبوع الماضي. وتستمر الدورة التي تنظمها لجنة الحكام في فرع اتحاد كرة القدم بعدن تستمر حتى 5 مارس الجاري. أقر فرع اتحاد كرة الطائرة في العاصمة المؤقتة عدن تنظيم البطولة التنشيطية لأندية المحافظة، وناقش اتحاد الطائرة مع أندية عدن مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم وانطلاق البطولة، كما أقر انطلاقها في 25 مارس الجاري. وتوزعت الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية الشعلة والنصر والجلاء والتلال، فيما جاءت في المجموعة الثانية أندية الميناء وشمسان والروضة والمنصورة. عقد نادي التضامن الرياضي لقاء موسعا لأعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي وجماهير النادي لإطلاعهم على آخر المستجدات فيما يتعلق بأراضي النادي التي تم السطو عليها، ولم تعر السلطات مناشدات النادي أي اهتمام من أجل استعادتها. على مقربة من مقر نادي التضامن الرياضي في مدينة المكلا، فقد هذا النادي العريق أرض تمثل متنفسا للشباب الذي يصارع من أجل البقاء، وهو يواجه متنفذين سطوا على أرض تخص النادي بحسب تصريحات الرئاسة التي أوردت ما معناه عدم استجابة من السلطات المحلية لشكواها. الأرض المملوكة لنادي التضامن قديمة قدم الزمان، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة حالت دون تمكن الإدارة المتعاقبة من بناء جزء منها لتكون متنفسا للشباب على غرار ملعبي كرة القدم وكرة السلة. طبعا نحن جينا هنا تضامنا مع نادي التضامن لاسترجاع حقوقه في الأرض التي صرفت بها وثيقة عام 1984، ولكن للأسف الشديد هناك تم السطو أو الصرف في هذا بعض المواقف في بعض ما حواليه، ويعتبر هذا سحب أراضي تابعة للشباب في الرياضة. نحن في حاجة إلى تشجيع الرياضة وليس إلى تدميرها، واللي يحدث الآن هو تدمير. للأسف أن السلطة لحد الآن لم تنظر بعين الجدية في هذه المواضيع. كان من الأجدر بها أن توقف العمل في العقار حتى يتم استرجاع حقوق المصالح العامة إلى الجهات المختصة. التنازعات على الأراضي التابعة للمصالح العامة ليس وليد اللحظة في المكلا، لكنه أضحى سمة بارزة ضحيتها الأخيرة نادي التضامن الذي يخشى الانحسار في ظل فقدانه ما تبقى له من أرض تجعل منه ناديا رياضيا. بلغ سهل الزباء
إذا ما بتسمع السلطة المحلية لهذا الكلام العقلاني سوف يكون رأي ثاني من جمهور النادي حسب الكلام في الإجماع. يعني الناس يقول لك ما من شل بالقوة ما يريع إلا بالقوة، تمام، وإن شاء الله نحن بغينا نوصل لهذه المرحلة ويكون الأخ المحافظ والسلطة المحلية وقفون مع نادي التضامن وجمهوره ما لم الصوت للجمهور. وفقا للجنة المشكلة عن الاجتماع الموسع، فإن التصعيد الميداني يعتبر أكثر الخيارات المطروحة للتنفيذ، وهذا بعد استنفاد القائمين على النادي كافة الوسائل القانونية المشروعة. أما عهد رعاية الشباب فقد صار في مهب الريح. وقبل الختام نتابع وإياكم أبرز مباريات المساء اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس وبعد غد الجمعة. ختام الجولة الرياضية، أطيب المنى، إلى اللقاء.